بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده بتقول كل واحد فينا جواه مناطق بيحاول يخبيها عن الناس، واحيانا هتخبيها لغايه امتى؟ هي حاجه مش وحشه فيك، هي خلقه ربنا. ممكن يكون حاجه في طريقه خلقك، ممكن تكون حاجه في طبيعه عيلتك. اقتل الخوف اللي جواك، هتفضل مخبي 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 وحاطط حواجز وخايف خايف خايف خايف، اتحرك هتعمل ايه؟ خليك شجاع وواجه الحياة. قصة النهاردة قصة بنت عندها 10 سنين، عين البنت جالها مرض السرطان. ولما جالها مرض السرطان وبدأت تاخد الثيروكيماوي والكلام ده، بدأ شعرها يتساقط. بنت لسه في المدرسة، يعني لسه صغيرة. هي القصة من هولندا، قصة حقيقية. فبدأت تروح المدرسة، ولأن شعرها واقع ومخبية أنها عيانة، بدأت تحط باروكة على شعرها. طبعا باروكة بالنسبة لطفلة صغيرة شكلها باين قوي، فبدأت تريق عليها في المدرسة تعلى قوي، وصحبتها لأن محدش عارف، وانتوا عارفين الأطفال الصغيرين، تريقة تريقة تريقة. البنت تروح كل يوم معيطة، كل يوم مقهورة، كل يوم متألمة. راحت لأبوها وأمها، أنا مش عايزة أروح المدرسة تانية. طبعا يعني اي طفل هيقول كده، انا مش عايز اروح المدرسه تاني، انا كل يوم بقت المدرسه بالنسبه لي حمل تقيل والم شديد، انا عايز اتعلم في البيت. ابوها وامها قعدوا طبعا يرفضوا في الاول، بس لما فهموا هي بتتعرض لايه قدروا حالتها، فقرروا ان هم تتعلم في البيت وما عادتش تروح المدرسه. قعدت اول اسبوع في البيت، وبعدين البنت الصغيره ادركت، انا ليه هعيش جوه الخوف بتاعي؟ أنا ليه ما قتلش الخوف اللي جوايا؟ في يوم صحيت الصبح وصحت أبوها وأمها بدري، أنا رايحة المدرسة. رايحة المدرسة ليه؟ أنا غيرت رأيي، أنا رايحة المدرسة. يا سلام لما يبقى شايف بنت صغيرة بس جدعة قوية إزاي؟ ركبت مع أبوها وأمها مركبة الباروكة، قبل ما يوصلوا لباب المدرسة قامت شادة الباروكة وقلعها. قالوا لها إيه بتعملي إيه؟ قالت لهم أنا مش هخاف بعد النهاردة. دخلت المدرسة كل الناس بتبص عليها. دخلت الفصل بتاعها، قبل ما المدرسة تبدأ قامت طلعة هي وقالت أنا عايزة أقول حاجة، أنا دي حقيقتي، أنا من غير شعري دلوقتي، لأن أنا عندي مرض الكانسر، وكان ونتيجة المرض دون إن أنا بقى شعري كده وشعري بيتساقط. أنا مش مكسوفة من اللي أنا فيه، وأنا هتواجد كل يوم وحذاكر، ولو اتريقتوا عليا أنا مش هبطل إن أنا أجي المدرسة، أنا قتلت الخوف اللي جوايا. وتحولت البنت من ذلك اليوم إلى أكتر بنت المدرسة بتحترمها، وأكتر بنت كل صحباتها يقدروها ويحترموها. خلصت القصة. اقتل الخوف اللي جواك. فين أماكن الخوف اللي مخلياك مستخبي من المجتمع؟ طالما أنت مش عامل حاجة غلط ما تعيش خايف. واجه المجتمع، واجه المجتمع، واجه نفسك الأول وموت الخوف اللي جواك. يحصل إيه؟ يحصل الناس كلها تقدرك وتحترمك. بسمة أمل لكل إنسان يتعامل بشجاعة مع الحياة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.